أعلنت شركة سامسونج يوم الخميس عن 3 هواتف من طراز جالاكسي S21، متيحة للمستخدمين أن يستفيدوا من مزايا جديدة مثل سماعات الأذن وجهاز ذكي يتعقب الأشياء. وبحسب شبكة بلومبرج، فإن الهواتف الثلاثة المعلن عنها من قبل الشركة الكورية الجنوبية تشكل منافسة قوية لأجهزة أبل المتوفرة حالياً. ومن نقاط القوة في هذه الهواتف أنها أرخص ب$200 مقارنة بنسخة السنة الماضية، إذ يبدأ السعر من $799.99، أي ما يناهز سعر آيفون 12. أما النسخة الأعرض من هذه الأجهزة وهو هاتف جالاكسي S21 بلس، فيبلغ سعره $999، فيما يصل سعر الجهاز الأول إلى $1199. ولجأت سامسونج إلى خفض الأسعار لأنها تدرك صعوبة الوضع الاقتصادي في العالم من جراء فيروس كورونا المستجد وفقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم. ويقول الخبراء أن المستهلكين باتوا أكثر ميلا إلى تفادي عمليات شراء غير الضرورية مثل الحصول على آخر صيحات التقنية. وتأثرت سامسونج أيضا بالمنافسة في ظل طرح هواتف ذكية متقدمة وذات مزايا عالية من قبل شركات صينية رائدة كهواوي وشاومي. وإزاء هذا الوضع، وجدت سامسونج نفسها أمام مفارقة، فالمستهلكون يترقبون من الشركة أن تأتي لهم بآخر المزايا التقنية، لكنهم يبدون التذمر في الوقت نفسه عندما يكون السعر باهظا. والحل الممكن لهذا الوضع هو طرح أكثر من هاتف لأجل إتاحة مزايا متباينة وأسعار ربما تناسب جميع القدرات الشرائية. وتم طرح هواتف جالاكسي S21 بأبعاد طرازات العام الماضي نفسها، فتراوحت بين 6.2 إنشات في هاتف S21 و 6.8 إنشات في حالة جالاكسي S21 الترا. في غضون ذلك، قامت سامسونج بخفض دقة الشاشة وسعة الذاكرة في الهاتفين لأدنى درجة من بين الثلاثة. ولجأت الشركة الكورية الجنوبية إلى هذه الخطوة على الأرجح من أجل خفض السعر. وفي العام الحالي تأخذ الكاميرا الخلفية جانبا ركنيا بارزا في كل جهاز، بينما تعززت قوة تسجيل الفيديو بدرجة ثابتة أعلى فضلا عن عمق أكبر في مقاسات التصوير. وفي المنحى نفسه تم اللجوء إلى مزايا الذكاء الاصطناعي في استخدام تقنية الزوم من أجل جعلها أكثر إراحة وإمتاعا لمن يستخدم العدسة. وتعمل هذه الهواتف بنظام التشغيل أندرويد 11، فيما تتمتع بقدرة الاتصال بشبكة الجيل الخامس، إضافة إلى مقاومة التعرض للماء. في غضون ذلك، يضم الهاتف الأغلى من بين الثلاثة دعامة للقلم الرقمي، وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها سامسونج هذه الخاصية لهواتف من خارج دائرة نوت. ويرجح الخبراء أن يجري شحن ما يقارب 28 مليون وحدة من هذه الهواتف الذكية بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يعني أن الأجهزة ستتفوق على موديل S20.